الثقافة والإعلام بمجلس النواب. أهلا بيك معانا سيادة النائب. وبداية يعني هل للجنة الثقافة والإعلام دور ربما في الأيام القادمة للمساعدة في التهدئة في هذه الأزمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اللجنة هتنعقد إن شاء الله الساعة 10 صباح غد ل يعني مناقشة الأزمة. كان في تحركات للأستاذ أسامة هيكل رئيس اللجنة، وذهب يعني قعد مع رئيس مجلس الوزراء وقعد مع وزير الداخلية، والاثنين يعني أعلنوا احترامهم للصحفيين ولنقابتهم وتقديرهم لحرية الصحافة بالكامل، لكن يعني ما تمش التفاوض حول أي مبادرة. في اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء الماضي تقدمت أنا وعدد من النواب زملائي بمبادرة لنقابة الصحفيين، الهدف منها احتواء الأزمة وحلها من خلال جلسة للمكاشفة والمصارحة داخل مجلس النواب. الجلسة دي يتم عقدها في حضور وزير الداخلية ورئيس الوزراء ومجلس نقابة الصحفيين وعدد من حكماء المهنة والنواب الصحفيين بالمجلس، وتهدف لاحتواء الأزمة وحلها بعيدا عن الشارع المصري الذي أصبح طرف رئيسي في الأزمة الآن، والأمر الذي ينذر به عواقب وخيمة وينذر به صدام بين أطراف الشارع، الأمر الذي لا نقبله كنواب للشعب. طيب يعني هل تعتقد أن الأزمة في طريقها إلى حل أم أن الأزمة في طريقها لاشتعال أكثر؟ يعني اللي حصل، انا ما حضرتش اجتماع مجلس نقابه الصحفيين النهارده، لكن ما سمعته عن يعني قبول التهدئه من جانب مجلس نقابه الصحفيين وقبولهم لتاجيل الجمعيه العموميه ومنح مساحه من الوقت لمجلس النواب حتى يتدخل ويحل الازمه، بكده بدات نقابه الصحفيين او مجلس نقابه الصحفيين بدا يقدم تنازلاته لمصلحه الوطن. واتمنى من الطرف الاخر ايضا ان يقبل جلسه الحوار ويجلس في اجتماع للحوار والمناقشه وحل هذه الازمه واحتوائها. طيب القانون لجنه الثقافه والاعلام في طريقها الى يعني مناقشته، هل سيراعي ما حدث من يعني مشكلة كبيرة وأزمة بين نقابة الصحفيين وأيضا وزارة الداخلية؟ هل هتضعوا هذه الواقعة في الاعتبار وأنتم تناقشون هذا القانون؟ القانون إن شاء الله المفروض أنه هو كان في اتعرض في مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، والمفروض أنه هو هيتعرض على البرلمان فور الانتهاء منه، يعني خلال الأسبوعين القادمين إن شاء الله هيكون القانون عندنا في المجلس، وهيتم إحالته للجنة الإعلام بصفتها اللجنة المنوط بها هذا القانون، وهيتم إن شاء الله مناقشته في القريب العاجل. طيب أشكرك شكرا جزيلا النائب تامر عبد القادر وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب.